صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة الخميس اللي دائما تكون خفيفة وجديدة بمواضيعنا اللي نقدمها لكم ساعة على الهواء. في البداية أقول لك صباح الخير حمد وصباح الخميس. صباح الخميس. صباح الخير. إيش رأيك في الجري أنت وكيف السبرنت؟ مو بوايد يعني أجري، بس مو يعني اللي أقول لك عني متمكنة من نوايد، لا يعني أتعب بسرعة وأوقف. بس تجرين؟ إيه أجري. لا ترى أنت زينة في السبرنت لأن بسرعة طاف الويكند. صدق؟ وين قاعد أقول؟ والله وحشتني الرياضة من زمان قاطع عنها حمد. وش عندنا اليوم؟ عندنا وايد فقرات خفيفة وحلوة. يعني أتوقع ننطر احنا يوم الخميس. احنا ننطر يوم الخميس عشان الفقرة الفنية الصراحة. ودائما الأجواء اللي تكون خلف الكواليس حق الويكند تكون تعطيك الطاقة، عرفت؟ في الكل متحمس ومداوم ومن وقت يول تعرف ليش انه الخميس. غريب يعني وايد من وقت. وفي وايد يعني أشياء طريفة تصير وراء الكواليس يعني ما يشوفونها المشاهدين. وما يسمعونها بعد اللي في الكنترول. الكنترول مخرجنا راشد يعني أكثر شيء يقوله لي كيو يخرعنا. وعدل ثوبك. عدل ثوبك. وايد يقول هاي الشيء. إذا أنت يقولون لك عدل ثوبك أنا كله عدي شعرك. فبس تصير يعني مواقف طريفة صراحة خلف الكواليس، بس في النهاية إحنا نطلع بصورة جميلة إن شاء الله يعني تعجب هذه الصورة المشاهدين وكل اللي إحنا أساسا قاعد نقدمه في البرنامج عشان ننقل يمكن المواضيع اللي تهم جميع المشاهدين. الحين شنو عندنا؟ رياضة كنا؟ بعد رياضة؟ سبرنتات اليوم سيدة على الويكند سبرنت سيدة ويكند. خلونا نبتدي مشاهدينا حلقتنا بفقرتنا الرياضية اللي دائما تكون مع الكابتن خالد البستقي ونشوف شنو تمارين الصباحية لليوم. صباحكم الله بالخير. تشالنج ماراثوني يقول لك الشيء اللي ما يتحدوك عمره ما بيغير منك إلى الأفضل. What doesn't challenge you won't change you. ايش عندنا اليوم؟ فور تايم يعني انت بتتحدى الوقت. بتسوي لي 100 دبل اندر، 21 بيربيز، 75 دبل اندر الحبل، 15 بيربيز عقب 50 دبل اندر، عقب بتسوي لي 9 بيربيز. اسرع ما عندك عشان تخلص بسرعه. اللي ما عنده حبل بروك الحركه البديله اللي بوزن الجسم كبديل حق الدبل اندر. شنو دبل اندر؟ دبل اندر يعني تخلي الحبل يطوف مرتين تحت ريلك. ايش رايكم في التشالنج؟ نبتدي. اول شيء بروكم شلون نسوي الدبل اندر. طبعا نفس ما ذكرت لك اللي ما عنده حبل في البيت براويك الحركه البديله حق الدبل اندر، او ما تبي تسوي دبل اندر سوي سنجل اندر اللي هو نط حبل عادي. اللي ما عنده حبل يسوي لي جامبنج جاكس، واللي ما يبي يسوي دبل اندر ما تبي الحبل يطوف مرتين تحت ريلك سوي نط الحبل العادي. جامبنج جاكس ما نبي الحبل، توقف عادي فتح ضم 100 مرة تبدي. فنفس ما قلت ورقة وقلم عندك اكتب 100 دبل اندر او جامبنج جاكس او نط حبل عادي، عقبها بتسوي لي 21 بيربيز، عقب بتسوي لي 75 يا دبل اندر يا حبل عادي نط حبل او اما جامبنج جاكس، عقبه 15 بيربيز، عقب بتسوي لي 50 دبل اندر او نط حبل عادي او جامبنج جاكس و9 بيربيز. طق الوقت تشوف ايش قد ياخذ لك لما تخلص للتمرين. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه.
عودة مشاهدينا، وشكرا للكابتن خالد بستقي على هاي التمارين. وننتقل من الرياضة إلى التغذية، انتشرت في الفترة الأخيرة وخصوصا بين المشاهير والنجوم ما يسمى بنظام الديتوكس، وظهرت في الأسواق العديد من المكملات الغذائية اللي يسوق لها على أساس أنها تساعد في التخلص الجسم من السموم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا في الاستوديو أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة أريج السعد. صباح النور. صباح الخير والسعادة. يا هلا يا مرحبا فيك استاذ اريج. اهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافه. هذا واجبنا اكيد. يعني استاذ، احنا دائما نختار يمكن المواضيع اللي تهم المشاهدين. وايد من الناس يمكن ما يعرفون شنو المفهوم الديتوكس او شنو مصطلح الديتوكس. يا ريت لو في البدايه تشرحين لنا اكثر عن هذا النظام وكيفيه. اولا اشكركم على الموضوع الشيق، ومثل ما تفضلت وذكرت في المقدمه، انظمه الديتوكس انتشرت بشكل كبير. صح. والكل صار يسوق لها، وخصوصا بين المشاهير، وصاروا الناس يتبعونه بطريقه حتى عشوائيه بدون اي تنظيم. كلمه ديتوكس بحد ذاتها تعني ازاله السموم من الجسم. حميه الديتوكس عدد من البرامج الغذائيه التي تتبع لفتره مؤقته تتراوح ما بين يوم الى شهر، تهدف الى ازاله السموم من الجسم. اللي طبعا تكون متراك، اللي هو على حسب اللي المؤيدين حق هاي النوعيه من الحميات، ان السموم في الجسم قد تتراكم بسبب عده عوامل، منها عوامل بيئيه بسبب التلوث البيئي، انظمه غذائيه خاطئه مثل التركيز على السكريات، الاغذيه الغنيه بالدهون المشبعه، التدخين، المشروبات الكحوليه. فالفكره ان هاي الانظمه راح تساعد الجسم على التخلص من السموم، فبالتالي راح تساعد على انقاص الوزن، راح تساعد على نضارات البشره. البعض يصفها بانها ايضا تساعد على الوقايه من الاصابه بالسرطان، تحسين عمليه الهضم. طبعا مثل ما تكلمتي قلتي ان في انظمه وايد، وعشان احنا لا يعني يمكن المشاهد يعرف الفرق بين النظام الصحيح والنظام اللي نفس ما قلتي عشوائي وممكن يكون في خربطه في الموضوع، خلينا نتكلم عن انواع انظمه الديتوكس وشنو اللي تحسينه هو الصحيح اللي المفروض نمشي عليه، او المفروض الناس تاخذه انه هو هذا الشيء الصح. صح. في العديد من انظمه الديتوكس وتتراوح في شدتها، بعضها يكون أنظمة خفيفة تعتمد على بس أن الواحد يتوقف عن نوع أو نوعين من المجموعات الغذائية، إلى أنظمة جدا شديدة وقاسية قد توصل الفرد لمرحلة التجوية. من بشكل عام من هاي الأنماط في الصيام لفترة محدودة تتراوح 3 أيام، في التركيز فقط، يعني الشخص يلغي كل المجموعات الغذائية ويركز فقط على الخضار والفاكهة، في أن تستبدل الأطعمة بالسوائل، منها الماء، بعض الأوقات شاي الأعشاب، العصائر. البعض يلجأ إلى نوع آخر اللي هو يشيل من النظام الغذائي الأغذية المسببة للحساسية، منها منتجات القمح أو الجلوتين ومنتجات الألبان. البعض يستخدم بعض المكملات الغذائية، البعض يعتمد على بعض الأنواع من الملينات ومدرات البول من أعشاب وشاي. يعني استاذ، لو بنقول شلون نقيم فعالية وأنظمة الديتوكس، هل نقدر نقول إن هي فعالة وآمنة؟ الحين من ناحية علمية إلى الآن لم تثبت فعاليتها من ناحية علمية. بعض ولا الدراسات صح؟ ولا أي، يعني الدراسات ما أثبتت فعاليتها، وبعض الخبراء في التغذية يصفونها بأن هي أنظمة غير فعالة وغير منطقية. الحقيقة الثابتة علمياً أن رب العالمين خلقنا وخلق في أجسامنا القدرة الذاتية على التخلص من السموم عن طريق الأعضاء اللي موجودة عندنا. صح. الكبد يساعد على تنقية الدم، الكلى فبالتالي راح عن طريق البول فراح نتخلص من السموم، القولون عن طريق البراز ايضا راح نتخلص من الفضلات، الجلد عن طريق التعرق، الرئه. فالجسم مو محتاج في وضعه الطبيعي الى غذاء او عشبه معينه تساعد على طرد السموم من الجسم. يعني يمكن وضحتي ان ما في دراسات ما في دراسات فيمكن يلغي باقي الاسئله كلها هذا الشيء. فا اوكي، خلينا نتكلم عن موضوع المنتجات والمكملات الغذائيه اللي تروج انه والله هذه
يشيل السموم من الكبد، يشيل السموم من بعض الاعضاء من الجسم. ناس ما قلتي انت الحين هذه الجسم بروحه قاعد يفرز اشياء يطلع هاي السموم، فكلميني عن هذا الشيء شلون. إن في بعض المنتجات طلعت في الفترة الأخيرة في الأسواق تدعي إن هي تساعد على تخلص الكبد من السموم، أو أرجو حق نفس النقطة، الكبد في وضعه الطبيعي هو وظيفته تنقية الدم من السموم عن طريق أن الدم يمر فيه عدة مرات، فبالتالي عن طريق عمليات أيضا حيوية يتم تحويل المواد الكيميائية الغير ذائبة في الماء إلى مواد قابلة للذوبان في الماء، ويتم التخلص منها عن طريق التعرق عن طريق البول. هاي هو من غير استخدام بس ما في عشبة أو نبتة أو نظام غذائي راح يطرد السموم من الجسم. وفيما لو قد نتيجة أمراض يحدث تعطل أو قصور في وظيفة الكبد أو وظيفة الكلى، هاي يكون لها مثل ما نقول لك خطة علاجية مختلفة عن ما مسوق له في الأسواق. يكون في تحت تشخيص طبي، لازم تشخيص طبي ومتابعة طبية وبرنامج غذائي بالتعاون مع فريق طبي متكامل. فهو إيه؟ فهني مثل في بعض الأمراض اللي تصيب الكبد تؤدي إلى ارتفاع نسبة أنواع الفيتامينات، فتؤدي إلى تسمم مثل فيتامين A، الحديد، النحاس. لكن يختلف عن ما هو اللي هو رائج له، هو هذه بمرض يحتاج إلى تشخيص طبي ويحتاج إلى تدخل طبي وتحت إشراف فريق طبي متكامل. وإحنا دائما يمكن نركز حمد نقول دائما الأشخاص اللي بيتبعون أي نظام سواء كان غذائي ولا غيره لازم يروحون حق المختصين قبل، عشان يمكن هذا النظام اساسا ما يناسبهم. بالضبط. يعني استاذ ذكر حمد شغله قال بالنسبه حق المنتجات، وانت وضحتي انه ما في يمكن عشبه تفيد الانسان في هالجانب، لانه يمكن السوشيال ميديا اليوم تروج للاسف عن هذه الامور. بالضبط. والناس تصدق، فبالتالي احنا نرجع نقول على النقطه الاولى لازم تتاكدون من الاشخاص المختصين في هالجانب. هو اللي يصير بعد تعارض بعض الاوقات، يعني تلاقين شخص عنده قصور في وظيفه الكلى يستخدم عشبه او خلطه معينه شخص ما وصف لياها، فيسبب يسبب ارتفاع في معدل في املاح معينه تاثر تسبب مشاكل في القلب ويدخل الشخص في مضاعفات المرض نفسه. فدائما يفضل الاستشاره بالضبط. واصلا هاي الحميات لا تستخدم للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنه، منها السكر، القلب، الكلى، الكبد، الرضع، الحوامل. هذولا يفضل عدم او نهائيا يعني احذرهم من استخدام او اتباع هاي الانظمه. يمكن يخليني اسال يعني استاذه، اليوم اللي يأيدون يمكن يعني نظام الديتوكس يقول لك لانه هو يساعد في تخفيف الوزن، هل له علاقه هذا الموضوع في تخفيف الوزن؟ وهل الناس فعلا تشوف انه هو ينزل وزن ولا بس هاي من مجرد الاقاويل اللي احنا نسمعها؟ هو فعلا البعض يسوق حق بعض المنتجات او بعض الانظمه انه هي تساعد على تخفيف الوزن، هو فعلا راح يسبب نزول سريع، لكن هل هو نزول صحي؟ هو ليس بنزول صحي. انا علشان ينزل وزني اهدف دائما الى نزول الكتله الدهنيه من الجسم ومو كتله الماء والعضل. النزول السريع هاي نتيجة فقد السوائل، فقد السوائل لأن هاي الأنظمة قليلة السعرات الحرارية، وتم تقليل السعرات الحرارية بطريقة عشوائية. الجسم يحتاج إلى طاقة عشان يسوي وظائف الحيوية، التنفس، الهضم، فيقوم يستخدم ما هو مخزن، لأن في الكبد في أيضا سكريات مخزنة هناك يستخدمها الجسم كمصدر سريع للطاقة. أثناء استهلاكها راح يفقد سوائل الجسم. هاي الفكرة. في نفس الوقت هاي الأنظمة لأنها قليلة السعرات الحرارية راح تسبب أيضا فقد في الكتلة العضلية. أنا عشان وزني يثبت أنا أحتاج كتلتي العضلية، لأن هي واحدة من الأمور اللي تساعد على ثبات الوزن وأيضا ترفع معدل الحرق في الجسم. لذلك تلاقين كثير من الأشخاص تنزل أوزانهم بمجرد ما يتركون هاي الأنظمة ترجع أوزانهم بسرعة، وحتى ممكن يزيدون اضعاف ما كانوا لان عليه. الطريقه خاطئه. صح. يعني نزول الوزن يتم بطريقه خاطئه. صح كلام. بالاضافه يعني ان هاي الانظمه تسبب ايضا على مدى بعيد نقص سوء تغذيه، لان هي تكون قليله الأساس. البروتين، قليله الكالسيوم، قليله بعض العناصر الغذائيه منها الحديد، فيتامين بي 12. ف مو بصحيح. يعني تكلمتي عن موضوع ان اي برنامج انت بتشيل الكالوريز منه والسعرات الحراريه راح تضعف، سواء ديتوكس، وتكلمنا بعد مع الاخصائي التغذيه محمد سعد من فتره. صح. عندنا هني على موضوع الكيتو نفس الشيء. انه يعني ناس صح تشوف منه
فايدة وينزل وزنه ولكن الصحية. خلنا نشوف الأعراض الجانبية السلبية اللي ممكن تحصل حق الشخص لما يستخدم نوع من أنواع للأسف نقول يعني البرامج اللي يروج لها بعض الناس الأمور مادية. طبعا أكيد راح يكون لها مضاعفات منها. أولا راح يكون في جفاف لأن بعضها يعتمد أن هي كملينات أو مدرات للبول، إحساس بالغثيان، الأعياء، هبوط في معدلات السكر، ضعف عام، عدم القدرة على القيام بالوظائف الطبيعية الأنشطة اليومية، أيضا فقد القدرة على التركيز، حتى أن المزاج يضطرب. ومثل ما ذكرت قبل شوي انه على مدى بعيد راح تسبب سوء تغذية او امراض سوء تغذية لانها ما تحتوي على بروتينات كفاية، ما تحتوي على معادن وفيتامينات ضرورية الى الجسم. يمكن يخليني اسالك استاذة، شنو هو البديل الصحي لنظام الديتوكس؟ يعني يمكن هاي السؤال كثير يتردد، يمكن كثير بعد يسالونك الناس عنه، شنو هو البديل الصحي لهذا النظام؟ اشكرك على السؤال عشان ما يقولون الناس قالت لنا الحين هاي ممنوع. عشان انا اخلي جسمي واعضائي دائما سليمه، اللي هي سواء الكبد الكلى سليمه وتسوي وظيفتها الطبيعيه، أحتاج أني أتبنى أنماط حياة صحية تشمل تغذية صحية، تركيز على تناول الخضار والفاكهة، معدل 5 حصص في اليوم، تناول البروتينات قليلة الدسم بكميات معتدلة، استبدال منتجات الطحين الأبيض بمنتجات القمح الكامل الغنية بالألياف، تقليل من الدهون، ممارسة الرياضة، تخفيف الوزن لكن بطريقة صحية وبأنظمة معتمدة، وطبعا التوقف عن التدخين، تقليل من شرب المشروبات الكحولية، هاي من أهم الأمور اللي الواحد لازم يتبعها عشان يحافظ على الأعضاء اللي هي راح تسوي الوظيفة. يمكن إيمان سألتك هاي السؤال لأن هي شغالة ترى على الفترة دي أكل صحي وتشوفها شغالة تمام يعني. فأكيد أخصائي التغذية العلاجية أستاذة أريد السعد، شكرا لك اليوم وضحتي لنا وايد أمور. تسلمون واشكركم على الاستضافة الحلوة. شكرا لك وشكرا لحضورك على هذه المعلومات. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا ومحطتنا في حلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. عودة لكم من جديد. حضارتنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا في البحرين معروفة عند كل اللي حوالينا، وما قصرت حكومتنا وثقت كل هذه الأشياء، والمتحف الوطني خير دليل. طبعا معدنا عبد النبي الجردابي صور لنا تقرير حول قيام أحد أبناء البحرين بمجهود ذاتي للحفاظ على هذه الأصالة. خلونا نشوف. تراث الأجداد ومهنهم وحرفهم القديمة واجبنا نحافظ عليها لأنها تمثل أصالتنا وتمثل كل فخرنا في مملكة البحرين. والأستاذ علي المطوع نموذج للبحريني الأصيل اللي يسعى بكل جهد وبكل مال إنه يحافظ عليها حتى يشوفها كل العالم. منذ الصغر عشقت هذه الأعمال اليدوية والعادات والتقاليد البحرينية، وتعلمت بعض الحرف لما صرت مدرس وصرت في مدرسة الهداية. اقترحت على إدارة المدرسة أن يسوون تخصص اسمه الثقافة الشعبية، وهو تخصص إثرائي مثل المجالات، وهذا التخصص يعنى بالتراث والثقافة الشعبية والحرف والمهن اليدوية البحرينية الأصيلة. استجابت إدارة المدرسة مشكورة يعني لهذا الطلب، وأنشأنا مكان مقر إلى التدريب في المدرسة. هني صار نقول التركيز الأكبر على هذا الجانب، جانب الحرف والمهن اليدوية. بدأت أعلم الطلبة ما أتقن من حرف ومهن، ويعني حاولت أن أستفيد من خبرات الكثير من الحرفيين في
البحرين. فبدأت في البداية مع الأولاد، الأولاد حسين ومنتظر وكرار، وبدأت أعلمهم الحرف. قلت إذا أنا نجحت مع الأولاد ودربتهم أكيد بنجح مع طلبتي. وفعلا بعد مضي شهر وشهرين وثلاثة من هذا المشروع بدأ حسين يتقن حرفة صناعة القراقير، بدأ منتظر يتقن صناعة سف الخوص، كرار بدأ يتقن صناعة الحبال من ليف النخيل. بدأت ألف على الحرفيين في البحرين وأتعرف عليهم وأودي الطلبة إليهم على أساس يتعلمون. لما توسع العمل وصار عندي عدد كبير جدا من الطلبة اللي يتقنون الحرف والمهن، أكثر من 70 إلى 80 طالب، بعضهم تخرجوا وبعضهم ما زالوا وبعضهم طلبة جامعيين ويواصلون في هذا الحرف، وأنشأوا لهم حسابات في إنستغرام يحاولون أن يعني يوجدون لهم طريقة ثانية حق يعني ينمون الدخل. هذا المشروع قلت لازم نخلي له مكان ومقر وحاضنة إلى هذا المشروع خارج المدرسة، لأن مو كل وقت أنا أقدر ألتقي مع كل الطلبة في المدرسة. فبدأت في التفكير أن احنا نسوي مقر يحتضن هاي الحرف والمهن الشعبية اليدوية البحرينية اللي احنا نتقنها، مثل صناعة الحبال من ليف النخيل، صناعة المداد، صناعة سف الخوص، صناعة القراقير، الغزل، الديين، الأقفاص، كثير من الحرف اللي يعني نتقنها أنا مع الأولاد. مع عدد من الطلبة ألحوا وقالوا لازم إن احنا نسوي لنا مكان على أساس نلتقي فيه ونحاول إن احنا نتعلم ونصنع مثل هذه الأشكال. فبدأت يعني في التفكير إن أسوي مكان خاص إلى هذه الحرف اليدوية. بدأنا نفكر شلون نستقر في مكان آخر، وبدأ العمل على إنشاء هذا المكان. هو نفس ما نقول معرض أو متحف أو أقسام، دكاكين، حاضنة إلى أعمال الطلبة اللي قاعدين يتدربون ونعرضها إليهم في هاي الدكاكين. في نفس الوقت نفتح المجال للي يحب يجي هني يزور المكان ويشوف ويشتري من منتجات الطلبة. كثير من الصناعات اللي قاعدين نحاول نطورها بعد، ما نخليها مثل ما هي، تكون يعني مطورة وتتناسب مع الذوق العام حاليا ومع العصر. يعني نقول يعني نحافظ على الأصالة وفي نفس الوقت نخلي مثل هذه الأعمال وهي المنتجات تكون معاصرة ومقبولة عند المجتمع. أتمنى أن هاي القرية تستقطب الكثير من أفراد المجتمع البحريني، وخصوصاً مجتمعنا في البحرين يعشق التراث ويعشق العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة. أتمنى من هاي القرية تحقق شيء من طموح هذا المجتمع العزيز، وأتمنى كذلك هاي القرية تكون منطلق إلى التدريب على الحرف والمهن، وتعرف هذا الجيل بالعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة التي ورثناها عن الآباء. فهذه أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها. مهرجان تراثي بحريني أصيل بمعنى الكلمة تحقق على أرض الواقع في وسط المحرق، وتحديدا في عراد، تفوح منه ريحة أرض أوال وبخورها، وتاكل من ثمرها، وتحلي دنياك بطعم الحلوى الأصلية البحرينية. أكيد نشكر زميلنا عبد النبي الجردابي على هذا التقرير الجميل. يعني مشاهدينا، أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مبادرة وطنية لإنتاج كمامات الوجه بالتعاون مع الأسر المنتجة وبإشراف من وزارة الصحة. ومعنا اليوم أصغر متطوعة في هذه المبادرة، الطفلة نوف الطلق واختها فاطمة عبد الله. يا هلا ويا مرحبا فيكم، نورتونا. مرحبا فيكم. في البداية قبل لا نسأل أي شيء، شنو ذي البداية؟ شنو شيء حلو صراحة، وايد حلو، ونورتوا الاستوديو اليوم، نورتوا الأشياء اللي موجودة هنا. في البداية نوف وفاطمة يعطيكم العافية، احنا نفتخر فيكم طبعا في هذا الشيء. نوف كلميني، ليش خدتي القرار انك انت تتطوعين في هذا الموضوع؟
لأن يعني شيء حلو تعطين الدولة وهلا يعني الناس تستانس عليه. صح قلتي أنا أخذت القرار إني أنا والله راح أسوي ذي وأساعد صح؟ طبعا أكيد يمكن يمكن تروينا بعض الأشياء. اي والله بس قبل ما أراويهم أنا ودي أعرف من يعني شجعهم وغرس فيهم حب التطوع فاطمة. احنا امي دائما من يوم احنا صغار يعني قبل كنا نقول ايام المدرسه ان ما نسميها تطوع كثر ما نسميها مساهمه او تبرع، فكان اذا في انشطه ولا فعاليات كان دائما ما تشجعنا ان نبادر او شاركوا، لما كبرنا وصار ان تغير المسمى حقنا تطوع فصار اكثر في حب الوطن في حب الديره. الله. انا اتطوع بالقول ولا بالفعل ولا حتى بالمشاعر. صحيح. بالانتماء بالولاء، فأمي دائماً معانا دائماً تشجعكم وهذا يعني الشيء يمكن المميز في ذي الموضوع. شفت الكمامات شلون مرتبين بألوان مختلفة وحاطين القفاز ومغلفينهم يعني إيه؟ هذه عشان أنتوا طبعاً تتطوعون تسوون هذه الكمامات بشكل تطوعي حق الجمعيات صح؟ حلو. نوف كلمينا كم عدد الكمامات اللي سويتي؟ سوينا 200 و أظن 250 كمان. ما شاء الله وبروحش الشغلين عليهم نوف. ما شاء الله عليهم. فاطمة شنو شعوركم وانتم تنجزون يمكن أكثر عدد ممكن من الكمامات؟ يعني يمكن قالت 200 بس أنا عارف أكيد يعني أكثر من 200 صح؟ هو كان وايد أكثر من 200 وغير اللي هم سووهم بروحهم كانوا يوزعونهم في الشارع مع أمي وهلون. كان الشعور حلو لأنه كان يعني عندنا في البيت كأنه كان فريق كامل. يعني أمي تساعد نوف تخيط واللي يغلف واللي يعقم واللي يسكر واللي يحسب واللي يوزع، فكان يعني غير أنه عمل تطوعي كان إحنا في البيت وخصوصاً إحنا قاعدين في البيت بسبب الأوضاع. صح. والأزمة فصارت لنا نفس الفعالية نفس الهاي في نفس الوقت أنه تطوع وعمل خير وحق الديرة طبعاً. أنه يستمتعون وقت يسوون هذا الشيء. أكيد هذا الشيء اللي تسوونه شيء يعني وايد حلو ويفيد الناس ويفيد المجتمع وانتم تستمتعون فيه وقت تسوونه. في بوكسات ثانيه هنا هذا لين شنو؟ هاي البوكسات شنو داخلهم؟ قفازات. قفازات. حلو اني حطيت القفازه يعني حتى جملتهم عرفت. في البوكس وفي هذه العلب. من وين جاتك هذه الافكار نوف؟ والله انا شفت ناس قبل كانوا يحطون اشياء فيها فانا فكرت ان ليش انا ما احط قفاز الحين في انك في كورونا في البحرين. فقررت انك تحطين القفازات تستبدلين باشياء ثانيه. ما شاء الله عليها مبدعه. مبدعه. شو تقولي نوف حق يعني اللي الناس اللي قدك اللي يعني تحسين انه يعني المفروض تبي توجهين لهم رساله انه شو يسوون في هذه الفتره عشان يفيدون الناس؟ الصراحه انا استانست هذه التجربه ولازم هم يجربون يتطوعون لان البحرين تستاهل. دائما البحرين تستاهل. يعني يمكن نوف كنت اسالك من ساعه صديقاتي تشوفونك الحين قلتي لي ايه. مين اللي شجعك وساعدك انك تدخلين يعني في موضوع انك تشتغلين على الكمامات وقاعده نشوف يعني بقمشه مختلفه وما شاء الله. يمكن ذكرتي لي بعد تحت الهواء ان انت يبي لك تقريبا ساعه كامله تسوين 20 كمامه صح؟ مين اللي شجعك وساندك عشان تشتغلين على هذه الكميه؟ والله امي واهلي كلهم يعني شجعوني عشان اسوي كم فاطمة انتي رايت عندك شيء تبي تقولي؟ لا انا وياها في نفس الراي ان احنا من بداية اللي حطوا واعلنوا ان حق تطوع كلنا تطوعنا. اخوي متطوع انا كنت انطر ان يكلموني فيوم اللي نوف قررت ان تسوي الكمامات كلنا شاركنا علشان ان احنا بعد نكون لنا يد في ان احنا نسويها خصوصا ان احنا في ازمة يعني وهاي الاوضاع. ف الواحد يحب يبادر يحب انه يكون له يشارك لو بشيء بسيط للدولة. حلو. نوف من وين تعلمتي تسوين كمامات؟ هل شفتي فيديوهات في اليوتيوب ولا بروحك؟ شفت ناس شلون يسوون فانا اول مره سويت وامي ساعدتني عشان اسوي والحمد لله سوينا اول واحد زين. شنو شنو الخطط اللي انتم يعني راسمينها انك بتواصلون في هاي المشروع او مو مشروع هو شيء تطوعي في النهايه ولكن شنو خططكم المستقبليه فيه؟ ولا بس مواصلين تسوون اشياء لا احنا طول ما انا محتاج يعني اولا كان في البدايه كان في تخوف ايام بدايه الازمه انه ما في كمامات وكان في نقص في الصيدليات والناس تحاتي وان هذه الحين اليوم
الناس تطوعت، يعني البيوت البحرينية، الأهل، إيه، فيعني صارت البحرين توزع كمامات على الناس المحتاجة، فإن طول ما فيها إحنا الأزمة بنتم البادر. حلو، يعني هذه يمكن الروح اللي إحنا نحتاجها من الشباب، وأكيد من عمر صغير نفس عمر نوف. يعني قررتي نوف فجأة كذي توزعين الكمامات، أنا ودي أسألك شلون تشتغلين عليهم أكثر؟ يعني إذا تسمحين لي أبطل واحد على الهواء بس عشان عدم شم بطل يحمق صوبك عاد. شلون تخيطينهم يعني بنفسك؟ هل تسوينهم بالخياطه اليدويه ولا تستعملين بعض الاجهزه؟ يعني ست كله ويا القفاز، ويا القفاز اللي تحطينه داخل الغلاف. استعمل الماكينه عشان يعني اخليه ينسحب. وتعلمت الخياطه بروحك نوف ولا ساعدتك؟ ساعدت امي. امك ما شاء الله. يعني والاقمش انت اللي تختارين الالوان ولا على حسب تشوفين شنو اللي محتاجينهم؟ اي شنو اللي محتاجينه. حلو، يعني شوف حمد انه في الوان مختلفه، يعني شوف هذه شلون ملون، ما يناسب بدلتي عاد، انا باخذ لون اسود اذا بالله. هاي اللي كنت بقوله، يعني الالوان والستايلات اللي انتم يعني تسوونها مو بشيء ثابت، تغيرون صح؟ كلميني يعني على الماتيريال الموجود نستخدمه، يعني ما متقيدين بشيء معين. تحاولون تغيرون في الالوان؟ اي نغير في الالوان، وحتى استخدمنا هاي العلب الصغيره وذيك نشجع اليهال انهم يكون موجود في المغلفه اكثر، يستانسون اذا يبطلونه ويلبسونه، ف يعني حق الجميع. حلو، فعشان كذي. شلون شفتي يعني رده الفعل الناس؟ اكيد انت وقت نزلتوا هذه الشيء اكيد رده فعل الناس ونساتكم استانستوا عليها، اكيد هذا شيء فرح صح؟ اكيد اكيد اكيد، يوم اللي انا اشوف شيء احنا مسويينه في بيتنا والناس قاعده تستخدمه والناس محتاجته، اكيد شعور وايد حلو يخلينا نبي اكثر ان احنا نساهم ونبادر في اشياء اكثر حتى. حلو. نوف سالتك من ساعه صديقاتك الحين قاعد يتابعون، ايش يقولون صديقاتك؟ ايش يقولون صديقاتك عن ذي المشروع؟ هل فكروا انهم يساعدونك؟ سالوك شلون تخيطين؟ مين يساعدك؟ يسالوني يعني شلون، قلت لهم ان امي كانت تساعدني لان امي خياطه عندها ماكينه وكل شيء، كانت تساعدني عشان نسوي الكمامات. حلو، ما توقع يعني كل واحد يكون يعني عنده أم خياطة، أكيد هذا الشيء تكتسب منها بعض أكيد المهارات. أكيد هي استغلت هالشيء، مو بلأن الأم خياطة، أتوقع هي نفسها يعني هي حبت الشيء وحبها للخير، هذه هو أهم شيء، أهم من لو سوت يعني الكمام بطريقة بأي طريقة. صح، هو الفكرة وشلون بادرت وشلون فكرت أن هي تبي تتطوع، هذا الشيء شيء حلو. هذه الروح اللي قلت لك عنها احنا نحتاجها يعني من الشباب انه يبادرون. الحلو حمد انه يعني الخياطه وايد مرتبه، وايد مرتبه، القاس، طريقه يمكن حتى تركيب يمكن الخيط مع الكمام وايد جدا مرتبه، فانت تستغرب انه يعني طفل بعمر نوف تشتغل على هذا الموضوع، فاحنا نفتخر فيك نوف، نفتخر وايد. بس انا ودي اعرف شنو شعورك وقت اللي انت تشوفين الناس يلبسون من كماماتك؟ شيء وايد حلو بالنسبة لي، يعني إنه شيء أنا أسويه والناس تستانس عليه. حلو. طبعاً أكيد أشكركم نوف وفاطمة، أتمنى لكم كل التوفيق، وأنتوا صراحة من الناس اللي يعني نفتخر فيهم، وإن شاء الله يوفقكم، وأكيد الناس تعرف وتشوف كل هاي المجهود اللي تسوونه. صح، وتدعي لكم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. مشكورين على استضافتك، هذا واجبنا اكيد. شكرا نوف، وان شاء الله في المستقبل نشوفك تخيطين اشياء ثانيه مو بس الكمامات. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل الى قصه، نكمل قصه سماحه الحاج صالح ونشوف شهاب وطلال هل راح يتصالحون مع بعض او لا. خلونا نتابع. السلام عليكم اطفالي الحلوين، رجعنا لكم هذا الاسبوع ونكمل قصة سماعة الحاج صالح. إذا تتذكرون الحاج صالح سماعته فيها خلل أو هكذا يظن طلال وشهاب، لكن في النهاية لابد أن يعمل الحاج صالح على التقريب ما بين الصديقين، فهما أشهر صديقين في البلدة. هل سينجح بذلك؟ سنرى. صديقك المفضل شهاب، في هذه المرة كان الحاج صالح يضع يده خلف أذنه اليمنى. صاح طلال معترضا: صديقي المفضل؟ أي صديق هذا الذي يسخر من شعري ويشبه خصلاته بأرجل العناكب؟
رحلتكما إلى القمر والكواكب. قال الحاج صالح ذلك متعجبا وتابع: لقد ذكرتني يا بني بتلك المركبة الفضائية الرائعة التي صنعتهما من ورق الكرتون الذي أعطيتكما إياه. عاد طلال بذاكرته إلى ذلك الوقت الممتع الذي قضاه مع صديقه شهاب في صنع تلك المركبة، وكيف أنهما تخيلا نفسيهما في مغامرة فضائية سافرا فيها إلى كواكب المجموعة الشمسية. كنا سنصنع مركبات أجمل وأكثر ابتكارا لو ظللنا صديقين، لكن شهابا أنهى هذه الصداقة بعد أن جعل مني أضحوكة أمام زملائنا. قال طلال ذلك وراح يعبث في خصلات شعره الغريبة. تكتف شهاب ورد مدافعا عن نفسه: ولكن أنت من أضحك الزملاء علي أولا، ثم أنا لم أقل عن شعرك المجعد سوى الحقيقة. وقف الحاج صالح وقال: نذهب جميعا للحديقة، إنها فكرة رائعة، هيا بنا إلى هناك لنجلس ونسترخي ونستمتع برؤية الأشجار والأزهار. وقبل أن يصحح أي من الصديقين ما سمعه الحاج صالح، دخلت الحاجة رباب الدكان وبعد التحية سألت: هل جهزت طلبات التي طلبتها منك يا حاج صالح؟ البيضة والخبزة والحليب والجبن المالح. هز الحاج صالح رأسه وقال بصوت واضح: أجل يا حاجة، لقد جهزت لك البيضة والخبزة والحليب والجبن المالح، تفضلي طلباتك بالهناء والعافية. ثم طاولها الكيسين وسط دهشة الولدين. راح الصديقان ينظران لبعضهما البعض وهما اللذين ظنا أن سماعة أذن الحاج صالح معطلة، ثم بصوت واحد سألاه باستغراب: كيف استطعت أن تسمع طلبات الحاج رباب؟ ابتسم الحاج صالح وأجاب: كل ما في الأمر أن سماعتي لها ذائقة صوتية مرهفة تقبل على الصوت الطيب الحسن وتعرض عن الصوت القاسي الخشن، تحب الصوت الهادئ الرائق وتنفر من الصوت الغاضب الحانق. استرجع الصديقان ما دار بينهما من شجار وعلى وجهيهما الخجل والاحمرار، فاعتذرا للحاج صالح عما بدر منهما من تصرفات وقررا نسيان خصامهما الذي فات. ومعطلة أم لا، عزم الاثنان أن يستفيدا من الدرس الذي قدمته لهما هذه السماعة الطيبة، وقررا أن يجعلا أذنيهما وقلبيهما يعرضان عن سماع أي لغط ليستمعا للأمور الطيبة عن بعضهما البعض فقط. وبعد أن تصافح الرفيقان قطعا على نفسيهما أنبل عهد بأن يبقيا صديقين مخلصين للأبد. بارك الحاج صالح هذا الصلح والاتفاق، وفرح لرؤية أشهر صديقين في البلدة على وفاق. وضع شهاب يده على كتف طلال وسأله: ما رأيك يا صديقي أن نسمي هذا العهد بعهد الصداقة؟ هز طلال رأسه موافقا، لكن الحاج صالح سأل مقاطعا: تقومان بارتكاب الحماقة؟ ولدى رؤيته نظرات شهاب وطلال المستنكرة، انفجر ضاحكا وقال: لقد سمعتكما هذه المرة جيدا، ولكنني وددت أن أمزح معكما مزحة أخيرة. ابتسم الولدان وشكر الحاج صالح على مساعدته لهما إعادة صداقتهما قوية ومتينة، ثم خرجا من دكانته متجهين إلى الحديقة كل واحد منهما ممسك يد رفيقه. وكلما تذكرا تحوير سماعة الحاج صالح للكلمات انطلقت منهما أعلى القهقهات
والضحكات، النهاية. هذه نهاية قصة سماعة الحاج صالح. أراكم الأسبوع المقبل مع قصة أخرى. إلى اللقاء. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. معنا اليوم فنان بحريني حب الموسيقى الكلاسيكية وأبدع فيها من ناحية العزف على الجيتار، ودخل في مجال الفن والتلحين. معنا اليوم العازف والفنان حسين المعماري. يا هلا ويا مرحبا فيك وصبحك الله بالخير. صباح النور. هلا صباح الخير حسين. في البداية ترى هاي الفقرة احنا ننتظرها زين، هي اللي نتنفس فيها بلاو قبل الويكند بعد كل يعني خميس ننتظرها. نحب نسمع الميوزك انا وايمان، يعني شغلة يعني لو يحطون لنا الموسيقى ما اعتقد بنقدم. اي والله بنلها ونسها في الموسيقى. في البداية كلمني حسين عن حبك للموسيقى في البداية، شلون صار؟ يعني أكيد مر عليك موقف أو وأنت صغير أو شيء، يعني كلمني عن قصتك. والله شيء صباح الخير. صباح عليكم. قصتي هي ممكن من أنا من صغري، يعني إحنا طبعاً الأهل كلهم موسيقيين طبعاً، فبس ما كانوا ظاهرين على الشاشة طبعاً وايد، يعني سكاتي بين بعضهم بعض طبعاً يعزفون. بس من عمري 13 بديت أعزف على الأورج، يعني الوالد بعد يعزف كان شوي خفيف كذي. بس عقب وصلت ل 15 سنه حبيت آلة الجيتار، شفت لان في التسعينات جات فتره ان كل الجيتارات في الفرجان كانوا وايد يعني يعزفون هني، فحبيت دي الآله يعني، وحاولت ان اتعلمها، قلت لازم اتعلمها يعني، والحمد لله يعني وصلت فيها لليوم دي، يعني وايد احب الجيتار يعني لدرجه ما تتصور يعني. ويبين حبك للجيتار حاضن الجيتار. ما شاء الله سمعناك وانت تدندن يعني وتعزف تحت الهواء، وانت يبين فعلا حبك وشغفك، لان من عزفت سهيت انت مع اللي قاعد تعزف. يمكن ودي اسالك اكثر، يعني انت ما شاء الله شاركت في العديد من الحفلات، كلمنا عن الحفلات والمهرجانات اللي شاركت فيها خلال الفترات اللي طافت. والله شوفي احنا شاركنا يمكن في حفلات خاصه وايد، يمكن رحنا انا وكفرقتي انا وياسر بعد يعني صاحبي. صح، اعتذر ما قدر يجي وياه دائما دويتو يعني اثنينهم يعزفون مع بعض، فاعتذر ياسر. نوجه له تحيه. نوجه له تحيه. نعم، فنروح وايد يعني، بس بسبب ذي الازمه اللي صارت يعني ازمه كورونا طبعا شوي كل شيء وقف حاليا، بس احنا ننزل طبعا حفلات خاصه، نروح حتى بعد برا على الخليج، نروح بعد يستدعوننا ساعات نروح هناك برا فنعزف. فان شاء الله الحين بعد على هالصيف ان شاء الله الامور تصير طيبه ونفتح ان شاء الله شوي شوي، وبعد نرد على بعد مهرجانات ازيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الحين خلينا نسمع شيء. ان شاء الله نسمعكم مقطوعه اسمها يعني سيكريت جاردن، وايد حلوه يعني، وبعد شوي ميكس جي كلاسيكيات يعني شوي. شعور غير حلو ان كل اسبوع يعني هنا فنان مختلف وانت اليوم مختلف. في سؤال يمكن عن الجيتار نفسه او الكلاسيك جيتار، وايد مشتهر في البحرين والكل تقريبا موسيقيين يحبون هذه الاله، شنو اللي يعلق هاي الاله في البحرين هنا بالذات؟ البحرين يمكن يعني يمكن اقول اقدر اقول مثل يعني فرقه الاخوه هي اللي حببتنا، عطت طابع الاسبانيش. صح،
الكلاسيكال سبانيش صح يعني نشرت هذه الوعي في البحرين. اي طبعا لانهم اول فرقه طبعا يمكن نزلوا باغاني عربيه بس الات غربيه. نعم. فيمكن احنا حابين ذي الاله وسبه هم فرقه أيوة الاخوه طبعا. طبعا فرقه الاخوه طبعا فنان الراحل علي بحر الله يرحمه. الله يرحمه طبعا اكيد فنان كبير وسوى طابع يعني مو بس في الخليج في العالم كله. في العالم كله صح. صدق يعني الفنانين اللي فعلا تركوا بصمه في المجال الفني في البحرين. ودي اسالك اليوم يمكن ذكرت قبل شوي ان انت دائما تعزف مع ياسر زميلك يكون بشكل دويتو. شنو السبب اللي يخليك دائما تعزف بشكل دويتو؟ هل السبب يمكن يكون مثلا انت تعزف شغله وهو يدخل عليك بايقاع ثاني مثلا، ولا تحبون هذه التوليفه اللي تكون ما بينكم؟ هو يعني انا وياسر يمكن صار لنا احنا مؤسسين ذي الفرقه يمكن صار لنا سنه واربع شهور الحين حاليا، نبي نطلع بلون مختلف يعني شوي نحاول نطلع بستايلنا احنا يعني ككلاسيكيات ومو طبعا مو بغناء يعني بس مقطوعات ننزل مقطوعات كلاسيك يعني. وياسر الوحيد هو اللي فاهمني يعني يعني لدرجه حتى بالنظر يفهمني يفهم شنو ابي يعني. عندنا في كاريزما شوي بيني وبينه انه وايد مهم الكاريزما يعني طبعا. إيه يعني وفاهمين بعض وهدفنا واحد، هدفنا ان احنا نالف مقطوعات ونوصل يعني وحلمنا طبعا وايد يعني ان فوق يعني نوصل حتى يعني برا الخليج وذي ان شاء الله اكيد تقدرون توصلون ان شاء الله. مثل ما شفنا يعني مثل الفرق العالميه دائما يكون في اثنين ثلاثه من الجيتارست يدشون على بعض، هاي الفكره ياتكم من برا ولا انت وحسيت انه لازم تدخل هذا الشيء؟ لا اله الجيتار عامه اله فرديه. زين الاله الفرديه زين ليش انا ما استغلها ادخل لي اله ثانيه مثلا نفس الجيتار بس أيوة. طريقه ثانيه. فاكثر العزيفه مثلا يعني مثل باكو دي لوسيا بزنت اميغو هذولين كلها فرديين بس في انا عجبتني فرقه اسمها سترونز بفرح، واحد اسمه سترونز واحد اسمه فرح، فمسوين ستايل وايد حلو يعني كدوتو مع بعض. فقلت ليش ما خذيت انا يعني ياسر، قلت ليش ما نسوي نفس الشيء بس بستايلنا احنا يعني باسلوبنا احنا نخلي لنا بصمه حلوه انه يعني ان احنا هاي مقطوعاتنا يعني ما نقلد احد بعد في نفس الوقت يعني. فهو بالعكس يعني شجعني وحذرنا يعني قاعدين نحاول ان شاء الله نجتهد وان شاء الله يعني طلعنا بشيء متميز يمكن مختلف عن اللي موجود في الساحه. ودي اسالك اليوم ذكرت قبل شوي انه يمكن يعني البحرين عرفت يمكن الجيتار وشباب قاموا يعزفون على الجيتار اكثر من فرقه الاخوه، او فرقه الاخوه يمكن نشرت هذا النوع من الفن. انت دائما يمكن تعزف للراحل علي بحر، سبب دائما انك انت تعزف لعلي بحر هل هو حبك للموسيقى اللي يقدمها الفن اللي هو قاعد يقدمه؟ والله الفنان علي بحر لو بتكلم عنه من الحين لبكره يعني ما مستحيل اوفي حقه يعني. علي بحر احنا خلانا نعيش شعور الاغاني مالته يعني يعني ما اقدر اقول كلمه اسطوره قليله عليه يعني. احنا حبينا المرحوم علي بحر من صغرنا عشنا مع اغاني وليه ما كبرنا لدرجه حتى يعني اذا واحد اي بحريني يعزف موسيقى اذا ما يعزف حق علي بحر ما اظن يعني مستحيل يعني. أيوة في البحرين بالذات يعني في شيء غريب وغلط يعني يمكن اي مستحيل اذا انت ما تعزف حق علي بحر يعني انت ما اظن انت تعزف يعني. فسوى بصمه يعني وبصمه وايد قويه في البحرين يعني اذا اللي يعزف جيتار لازم يعزف حق علي بحر مستحيل ما يعزف يعني صعب يعني. فعلي بحر بالعكس احنا نحب علي بحر وقدوتنا وتعلمنا من التواضع وتعلمنا منه شيء ثاني بعد، تعلمنا من المرحوم الله يرحمه ان ما دام هو قدر يوصل ذي المرحله احنا بعد نقدر. صح طبعا صح. يمكن يعني حمد توافقني في ذي الراي، علي بحر نشر يمكن فن مختلف. بشخصيته يعني بتواضعه مع الجمهور وتواضعه مع الفنانين لدرجه كبار الفنانين في الخليج قاموا يغنون من اغانيه اليوم نشوفها بطريقه متجدده يعني. غير ان ايمون اعرف انا موسيقيين ابتدوا اصلا يعزفون على اغاني وبعدين صاروا موسيقيين يعني هم دخلوا مجال الموسيقى منه هو، فاكيد هذا الشيء عود. كلمني عن اكيد انت شاركت مع جمعيه البحرين الموسيقيه البي ام بي اس، شاركت معهم في حفلات في مهرجانات، كانوا نشيطين قبل الكورونا لكن طبعا اكيد يعني بما ان احنا الحين في ظروف، لكن كلمني عن مشاركاتك اللي كانت قبل وياهم. والله اخوي شوف هو كمشاركه يمكن انا رحت هناك بس انا شاركت بس ما نزلت كعازف يعني لان انا توني يمكن صار لي سنه واربع شهور مؤسس ان انا وياسر نطلع يعني نعزف. بس اذا يعني رحت قعدت هناك وعند بالعكس عندنا وايد فرق قويه يعني في البحرين و يعني عازفين على مستوى يعني. فان شاء الله احاول ان شاء الله هالمره انا وياسر ندش ان شاء الله هالمره. شفت لك فيديو كنت تعزف في حفله مالت
اتوقع الموتور بايكس او شيء كذي. اي هذه من 2017 اتذكر. اي نعم هاي في الحفل في جيون هناك. أيوة عزفنا. أيوة اتذكر انا وعبد الرحمن البحريني بعد معاي. أيوة يعني وكم شخص عازفين بعد عزفنا يعني حق فرقه جيبسي كينجز. وهذه يعني هذا الفن اللي يمكن متاثرين فيه. احنا بعد ودنا نسمع منك شيء الصراحه. سالناك وايد صار وقتنا نسمع منك شيء. شنو راح تسمعنا؟ سمعكم شيء حق المرحوم علي بحر بس بالكلاسيك يعني التخصص اللي احنا مسوينه يعني ان شاء الله يعجبكم. لو تكلمنا عن مرحوم اسمع له اغنيه مريت على بابكم مره. حلو ما ودي يختم. ريلاكس. إيه ريلاكس. مهدئ. ودي أسألك أكيد أكثر عن شنو أعمالك القادمة اللي مرتبة حق الفترة الجاية؟ هل في أمور أنتوا وياسر قاعد تجهزونها حق الفترة القادمة إن شاء الله؟ إيه والله عندنا إن شاء الله عمل قريب إن شاء الله بينزل. إحنا من النوع اللي ننزل مقطوعات من فترة وفترة. وكل فترة وفترة نحاول نسوي شيء مختلف يعني ما نسوي نفس اللي قبله يعني نزلنا يمكن مقطوعة مدتها دقيقة في الانستغرام قلنا نجرب شلون يعني الوضع. فالحمد لله احنا حصلنا جمهور له وايد حلو. سويناها يمكن الحين 3 دقائق مقطوعة ثانية بعد دخلنا على العربية العود طبعا وحصلنا بعد مردود وايد حلو. فالحين عندنا شيء وايد يعني جديد بعد ان شاء الله بننزله عقب فترة بسيطة بعد ونحاول كل مرة ننزل نجدد شيء يعني ايدت نسوي ان شاء الله. فان شاء الله قريب يعني بينزل شيء حلو. يمكن اخر سؤال قبل لا بعد نسمع مقطوعة طريقة المسكة الجيتار عزها مختلفة. كلمني عنها لأن العادي يعني عزفون طبيعي يكون مستقيم. هنا. فكلمني شلون ليش هاي المسكة وشنو تفرق في العزف؟ هي هذه مسكة الكلاسيك يعني أكثر الناس في مسكات مثلاً الفلامينغو يخلونها ريل على ريل مثلاً يقعد يعزف. هاي مسكة الكلاسيك عبارة عن إنك تصير على فوق كذي فأنت تطالع الأصابع أوكي ويكون يعني مسكة مريحة حق العازفين الكلاسيك يعني. والله نقطة مهمة ركزت عليها. إيه مرة حلو حاطة. فأكيد ودنا نسمع منك شيء في ختام هذه الفقرة وياك. إن شاء الله بنعزف لكم بعد عزفة برازيلية اسمها كارنفال فوايد حلوة إن شاء الله تعجبكم. Thank you.
فعلا استمتعنا معك مع هذه الموسيقى الهادية من الصبح، ونشكر تواجدك العازف الفنان حسين المعماري، كل الشكر لك. وأكيد نوجه تحية أيضا للزميل ياسر اللي للأسف ما قدر إنه يحضر ويانا. مرة نبي نسمع لدويتو شلون الميكس اللي قلتوا عنه. مشكور اليوم للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا إيمان. إيه للأسف اليوم خميس بس ما نقدر نقول للأسف. صح. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقة نهاية الأسبوع طبعا مع صيف البحرين. نشوفكم يوم الأحد وهابي هابي ويكند.